السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد غنتقاسم معكم هاد النهار كيفاش غادي ندوزو. شوفوا الجو ممطر، كان جو زوين يوم مخكك، ما كانش بارد بزاف. المهم تقضوا معايا هاد النهار، غنحضر معكم العدس وغادي نخرجوا واحد شويه، غادي نمشيو للبريمارك، غادي نشوفوا الهميزات شنو فيه، وغادي نتقاسم معكم المشتريات حتى اللي خديت من بريمارك. المهم انتم معايا في هذا اليوم، هذا كنتمنى لكم فرجه ممتعه. المهم العديسه ديالي ها هي بدات كطيب واحد شويه، نقيت بطاطا من بعد غادي نرميها على تنشوف شدت شويه في الطياب. البطاطا دغيا كطيب، انا ديما كنلوح شويه بطاطا ولا خيزو على حساب النويويره ديالي. انت كتشوفوا معايا هدايا دابا راه شي ربعة ومعط ربعة ونص فقط نور، دوشت ليها وانا كنلبس فيها دابا. كتخرج ليا من الدوش غير بزز بالبكا، مكتبغيش تخرج، كتبغي تبقى في الما يا تقشعر راسها. دابا راها كتبان في الكاميرا، غادي تولي تهضر معاكم واحد شوية. المهم دابا راه 6:30 العشيه، غادي خارجين شادين طريق السونتر ديال ايندهوفن، غادي نمشي ان شاء الله بريمارك باش نتقطع بعض الاشياء النور الى كتب ان شاء الله. حنا وصلنا دابا، شنو جبت الكروسه؟ حنا وصلنا، غادي نشوف شنو نطبق، واش نطبق بريمارك ولا نطبق شي بلاصه اخرى. انا معاكم. Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. بنات شوفوا هادو ديال هما جايبينهم زوينين، الثمن ديال هادي
هادي الثمن ديالها 10 اورو وهادو الثمن ديالهم 7 اورو. انا خديت النور من هادي. كاين حتى هاد اللون تدا زوين تدا زوين. هادي 8 اورو. المهم دابا البنات حنا طلعنا مشيت غير للكريت فاس خديت شي حاجه هذا موصلنا ليه بابا ومشيت للبريمارك خديت منه بعض الاشياء النور وشي حاجه ليا انا. المهم حتى الدار غنتقاسم معكم. جايبين بيجامات زوينين كيف وريتكم وحتى الوليدات الصغار جايبين لهم بيجامات زوينين البنات والله الا شي حاجه زوينه ورخيصه. ما خديت شي بيجامه من بريمارك اول مره غادي ناخذ بيجامات من عندهم. ما عرفت كلشي بنات تيشكروهم ولكن انا ما عمري ما خديت من عندهم. عندهم حويجات تريكويات الفوق من عندهم سراول ديال التحت ولكن بيجامات ما عمري ما خديت من عندهم اول مره. المهم حنا نجربوهم كلشي كيقول لك البيجامات ديال بريمارك زوينين نجربوهم حتى حنا علاش لا. المهم حنا دابا غاديين اتجاهي البيت البرد شويه ماشي بحال ديما غير واحد شويه راه 9 درجه دابا. المهم نتلاقى معكم في الدار باش نتقاسم معكم مشتريات ديال بريمارك هكا الاخوات ياخذوا افكار اللي باقي ما جاوش طلعوا ليه هذا الشهر. بنات هذه بلوكر اللي حدانا دايره كل شيء 50% بعدا معلقه 50% غادي نجي عندها يمكن هاد الاسبوع نشوف شنو عندها. الا بانت لي شي حاجه ناخذ شي قطره ديال القهوه من هادوك اللي كيتخشوا فيهم دوك الحكيكات باش الناس يفهموني. هادوك هي اللي باغا ناخذ حيت الاخرى اللي عندها دي دولسي غوستو طلعت ليا في الراس كنت خديتها ني حتى هي من عندهم ودابا بغيت نجي عندهم باش ناخذ شي ابارات. انا وقفت هنا غندير ندخلوا البرتين نجيبو باش نفطروا غدا. وصافي دابا كيف قلت لكم شاو يجيب لينا باش نفطروا غدا وغنمشيو للدار. كيف قلت لكم بغيت ناخذو وبغيت ناخذ واحد العصاره حيت هذيك اللي كنت خديت من ليدل صراحه غادي نديها اليوم راه حيت ما بقاتش كتخدم ليا. الميكسور خدام ولكن هي ما خداماش اللي كطحن العصير وداك الشيء ما خدام ما بقاش بغا الدور ليا ما فهمتش علاش الموس باقي جديد وكلشي ما عرفناش علاش ما بقاش بغا الدور. بالنسبه للفرانه البنات راه عيطنا لميديا ماركت غادي يجي عندنا يجيو عندنا حتى للدار يصايبوه لينا ما غاديش قالك بلا ما تجيبوه لينا حنا غنجيو حتى عندكم نصايبوه. البنات اللي قالوا لي خدي شي ماركه معروفه البنات هذه راه خديت ماركه هولنديه سميتو ايفنتوم. فهاد ايفنتوم راه غالي راه ماشي رخيص راه شفتوني شحال خديتو 160 اورو باش خديتو يعني ماشي شي ماركه اللي ما معروفاش ماركه هولنديه البنات غير ما خديتش سامسونج ولا خديت شي ماركه اللي هي عالميه ولا معروفه بزاف ما خديتش ماركه معروفه بزاف. المهم هذه ماركه هولنديه حتى هي راه بالثمن. شنو بغيت نقول لكم عاوتاني واش بغيت نقول لكم غنخليكم واحد الفيديو قصير. كانوا جوج بنات سولوني في الفيديو ديال الربح من يوتيوب ومع واحده ما عرفتش فين كاين هذاك الزر الاخضر او لفينا وهذاك البوله خضراء علاش كنحقوا الربح. غادي نوريك في هذا المقطع ان شاء الله وغادي نوريكم حتى لوجيسيال باش كنخدم
المونتاج ديالي. نخليكم مع هذا الفيديو قصير. ايوا هو ديال هاد الاخت نوالهم، متشرفه بك نوالهم. قالت لي اختي هاد الزر الاخضر اللي تحقيق الربح فين كيكون بالضبط؟ واش في الصفحه ديال يوتيوب ولا فين؟ انا غادي نوريك حبيبه فين كيكون الزر الاخضر، باش هكا تعرفي فين تمشي وتضغطي عليه فاش يولي عندك حق باش تضغطي عليه. انا ما عرفتش واش نتيا عندك حق باش تضغطي عليه، خلينا نشوفوك. مشرف اذا غتكون عندك حق دابا باش تضغطي على الزر الاخضر، انا غنوريك. مثلا البنات هذا هو يوتيوب ستوديو ديالكم، كاينه هذه هاد الدولار هذا، بعد خطرات كيكون طافي وبعد خطرات تيكون شاعل. شاعل انت اللي كتشعليه. كيفاش كتشعليه؟ مثلا فاش كتكوني كتصايبي الفيديو ديالك غتلقايو هاد الصفحه هادي، هادي هي الصفحه فين كتضغطي على الزر الاخضر باش تشعلي، كتجي لتحقيق الربح بحال ما هكا. هادي كتكون طافيه البنات، كتكون طافيه انت اللي كتشعليها حتى كتولي هكا زرقاء باش كيتحقق لك الربح. نتمنى تكوني فهمتيني وكل شيء واضح. ملي كتحققي الربح ديالك كتجي لهنايا وكديري حفظ التغييرات، صافي تيقول لك تم، وها نتيا حققتي الربح ديالك وشعلتي ديك بوله خضراء. انا كنت كنخدم لها فيديوهات، كنصيب هنايا العنوان ندير نوريكم هنا في المعلومات الاساسيه، كنعمر العنوان نعمر الايميل وكل شيء، وفي الاخر ما كنمشيش لديك تحقيق الربح ونشعلها وصدعت في عام. نتمنى نكون جاوبتك. السؤال الثاني وهو ام ريان ميك قالت لي كملي خيرك ورينا المونتاج والابليكاسيون ومراحل يمكن التصوير، دير لينا كواليس التصوير باش نشوفو كيفاش كتم القضيه. عفاك اختي محتاجه لهادشي بزاف. غادي نقول لك الابليكاسيون اللي كندير بها انايا المونتاج كندير بهاد الابليكاسيون، مره هادي مره في المولا، ولكن الاكثريه كندير بهاد كين ماستر. هادي كين ماستر لي كندير بها المونتاج. باش تقولي لي ورينا كيفاش نديرو المونتاج ولا هذا، هادي ماشي من اختصاصات ديولي. كاينين القنوات بزاف كيوريو كيفاش ديري المونتاج وهذا، وانا غادي نوريك غير الابليكاسيون. هادي هي الابليكاسيون اللي كندير بها انا المونتاج، وهي كين ماستر. وغادي نوريك واحد القناه اللي انا تعلمت منها كيفاش نمونطي وكل شيء، خاص غير بهاد الابليكاسيون اللي هو انوريه لكم. هاد القناه البنات خاصه غير كيعلمك اشياء جديده على كين ماستر، كيفاش تحط المقدمه. كنتمنىكم تمشيو تابوناو عند هذا السيد لانني تعلمت منه بزاف 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 بزاف. كيوريك اشياء جديده، كيعطيك الموسيقى اللي مسموح ديريها في الفيديوهات، كيعطيك بزاف الحيل غادي تستافدي منه بزاف. كنتمنىكم اللي غدير كين ماستر كابليكاسيون المونتاج الفيديوهات ديالها تدخل عند هاد السيد هذا وتابونا معاه، راه كيوري بزاف الاشياء. اسم القناة ديالو وهو كينغ تكريت. نرجعو لسميتو ديالها للسؤال ديالها، قالت لي ورينا كواليس التصوير. كواليس التصوير ان شاء الله من هنا قدام نشارك معكم كواليس التصوير باش تشوفوا كل شيء. بالنسبة للمونتاج راه كنديرو بكين ماستر واللي هي هادي. هاد الابليكاسيون زوينه وسهله بالنسبه للمبتدئات، غادي يعرفوا يخدموا فيها وكل شيء سهل من فيلمورا بزاف بزاف. بقى كنتسنى فراش يجي من البرت عين. ويلي ويلي عرفتي تعطلوا لا تعطلوا، كان يقدر يكون يوم حيت اليوم الجمعه علين الويكند كتكون شويه سوبر مارشي فهاد الوقيته مع يلا خرجوا الخدامه مع السته اولا الرابعه، وكتلقاي هاد الوقيته تتكون الدنيا معاه. زينه ماركس مهريان غير ربها مرادي ميتا هي سيدي دبلت قلبي وحدي قلتي ما بختك يا سلوى عودي الخا. الله ييسر الامور. ايوه طاح لي واحد الانسان في البال وعزيز عليه هذه الاغنيه. الله ييسر لي اموره يا ربي.
المهم البنات انا باقا كنتسنى في مول الدار يجي خلاص غيقا. دابا لا كيس لي عامره دابا ها هو جا يلا نتلاقاو في الدار. ايوا خواتاتي انا يلا جيت دابا غادي نشارك معكم اشنو خديت هكا. خواتاتي ياخذوا افكار اللي عندهم بنيتات ساكنين في بلجيكا المانيا هولندا ويسمحوا لي الناس ديال المغرب غير شوفوا لي وعطيوني ذوقكم في قولوا لي رايكم في الذوق ديالي. ما خديت لاول حاجه هاد التريكو هذا سخيخن واحد شويه في هاد الاسبرو عجبني بزاف الثمن ديالو 7 يورو عجبني بزاف وخديت ليها بطبيعه الحال مات 98 هي كتلبس 98. خديت لي انا هاد البيجامه صراحه دوك البيجامات طلعوا لي في راسي ولو راه باقي مزيانين. انا راه انا واحد النوع ديال بيجامه لما خسرتش ما كنحيدهاش ما كرميهاش مازال طلعت لي في الراس تنعطيها لبنت اختي. هاد البيجامه دايره على هاد الشكل هذا قطن. المهم شي نهار تشوفوني لابساها زوينه بزاف الثمن ديالها 9 يورو. خديت لي واحد البانطوفه الثمن ديالها 6 يورو شو كيفاش دايره من الداخل عجبتني الشكل ديالها عجبني انتما تشوفوا من داخل كيفاش دايره شوفوا الشكل ديالها ايوا زوينه بزاف هنايا هكا التوب ديالها بحال التريك وفاسوميلا هكا. زدني بيجامه اخرى في اللون المفضل عندي الناس القدام عاير عارفيني بان هذا اللون تيحمقني بزاف اللي هو رمادي اولا الكري. خديت هذا الشكل هذا اللي فيه هاد البومه كنشوفها بنتي تعرف عزيزه على البومه. وبالنسبه للنور خديت ليها هذا فيه بطه الثمن ديال هذه 9 اورو. هادو ماشي طوال بزاف الفوقاني ديالهم مقزب واحد شويه. المهم النوع ديال البيجامات اللي كنلبس دائما. خديت النور هذا الشكل هذا اللي فيه بطه هذه الثمن ديالها 7 اورو. يعني عندهم بيجامات رخاصين بزاف خديت لها ديال 3 سنين 4 سنين هكا باش جات توافيه وتلبس فيها شويه. خديت لها هاد التريكو فيه قنيات ارنبات وداكشي ارنبات وداكشي. المهم 8 يورو هذا ما دوم تيبانش مزيان. المهم هذا الثمن ديالو 8 يورو. حتى هي خديت ليها النمره 98 انا ديما كناخذ بنتي 98. خلاص خديت هاد الشميعه بالريحه ديال الباني زوين عندهم الشمع هما كانت ريحه زوينه. هبط البلاصه ديال الديكور وداكشي ما بانش شي حاجه زوينه الديكورات عندهم لتحت في بريمارك ما عجبنيش داكشي. نهار دخلت الاش ام عجبني داكشي لا عجبني عندهم على هذا. خديت لها هاد السراول اللي مقطنين زوينين وكلا كنا خارجين عندها دابا واحد لابسه كانت شرات ليها ماما سورفيطو وجابت لها وعجبني السروال ديالها وزدتها واحد هكا مقطن بحال كلا كنا خارجين في الليل ما نلبسهاش لايبه وهذا نلبسها غير هاد السروال كافي. هادو السراول كيكونوا ساهلين بالنسبه للوليدات اللي باقين كيبدلوا حوايج كيبدلوا ليكوش. خديت لها هاد الكولون حتى هو مقطن انا كتعجبني نور تلبس الكولونات بزاف هكا اللي كيكونوا مقطنين من الداخل كيجيوني احسن من الجين. انا الجين ما كنشريش ليها بزاف عندها شي واحد صافي مي كيصغر على واحد كنعاود نشري لها واحده هكا وصافي ما تنكثرش لها منهم. انا تعجبوني الكولونات هكا سخان هذا فيه كرات
وهذا الثمن ديالو 4 أورو، وبالنسبة للسروال حتى هو راه الثمن ديالو 4 أورو، بجوجهم ثمن واحد. خديت ليها رومبورس هادو، الصراحة ما لقيتش الألوان أخرى، لقيت غير الكري لي هكا، وخديتو ليها في المات ديالها. هادو هنايا كيكونوا جوج أربعة ستة سبعة، سبعة بحداشر أورو، كيجوني رخاص وكيديو ليها بزاف. خديت ليها مونطو أولا كبوط معطف، خديت لها معطف هاد اللون هذا لي تا هو كري، سبحان الله نزل الكري ود بنتي كنشري لها الكري بزاف. خديت ليه هذا تيكون بالليكات ديالو وفيه هكا القب، الثمن ديالو البنات 20 أورو. كاين في الالوان، كاين في الغوص، كاين في البوردو، كاين في الزرق، كاين في الحمار، ولكن انا عجبني هكا الكري حسن ليا من دوك الالوان مشعشعين. كون لقيت لك بحال كون خديته لا، ولكن لقيت هاد الكري عجبني بزاف. تقولي رايكم. المهم هاد كيكون هادو هما الاشياء اللي خديت. النور انا مشيت على قبل النص، طقت خايده ليا انا جوج بيجامات وبانطوفه وصافي. هادشي اللي كاين، كنتمنى من هاد الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استمتعتوا معايا، وتكتبوا لي الاراء ديالكم في الملابس ديالي، كيفاش جاوبكم الاذواق ديالي، ولا عندكم شي سؤالات خليوها لي في التعاليق. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم دائما، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.